من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ورد في زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وبذل مهجته فيك. المهجة دم القلب، المهجة مو القلب، المهجة الدم الذي يجري في القلب. إذا دم الذي يجري في القلب هذا الدم سفك فالإنسان يموت طبيعيا. هذا تعبير مجازي لطيف. وبذل مهجته فيك يعني قدم حياته في سبيل الله عز وجل بأي هدف وبأي غرض ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. ليستنقذ عبادك من الجهالة من الجهل، لأن الناس كثير من الأحيان يجهلون فينبغي إنقاذهم من الجهل من الجهالة وحيرة الضلالة. الإنسان الذي يضل الطريق شلون محتار؟ إذا فد واحد ضيع الطريق شلون يكون محتار؟ وخاصة إذا في مفازة يعني في صحراء، وهذه الصحراء مليئة بالسباع مثلا واللصوص والسلابة، وخطر على الإنسان. تشوف الإنسان شلون يضطرب إذا ضاع في صحراء في البر. كذلك الإنسان الذي يتيه ويضيع في العقيدة وفي الممارسات العملية، الإنسان يكون حيران، حيران في الضلالة. هدف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من نهضته المباركة ليستنقذ عبادك من الجهالة، الجهل اللي هم موجودين فيه، وحيرة الضلالة. عندما الإنسان ضال شلون محتار؟ كذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لإنقاذ الناس من الضلال اللي هم فيه والحيرة اللي هم فيه من الضلال. هذا المقطع من الزيارة، هي إحدى زيارات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تبين أن الهدف الأساسي في نهضة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأنه قدم نفسه في سبيل الله، قدم أهل بيته، قدم حتى الأطفال الصغار وحتى الرضيع، قدمه في سبيل الله. لماذا؟ حتى الجهل يزول، حتى الضلال يزول. هذا هو الهدف الأساسي. فما دام هذا هو هدف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الأساسي، ينبغي علينا أن نسير في هذا الهدف حتى نكون أتباع الشيعة. شنو هو معنى الشيعة؟ الشيعة يعني الأتباع. الإنسان إذا اتبع شخصا فهو من شيعته، ولذا في الآية الكريمة الشيعي يعني هو التابع. إذا ما كان تابع فهذا ليس شيعيا بالمعنى الحقيقي للكلام. أحد الأشخاص أجى عند أحد الأئمة وقال له أنا من شيعتك. الإمام قال لا تقول هذا الكلام، أنت محب لنا تحبنا بس مو أنت من شيعتنا. ليش؟ لأن الشيعي من يتبع الشخص الذي يريده، اتبع اتباع عملي. إذا في العمل ما اتبعه فهذا مو شيعي. نعم محب، قول أنا محب لأهل البيت صحيح، أما إذا عملك
يخالف طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فأنت لست شيعيا بالمعنى الحقيقي للكلمة، أنت محب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإحنا في برامجنا يجب أن نتبع الإمام الحسين اتباع كامل في كل شيء. ليش؟ حتى نكون شيعة حقيقيين. نكون شيعة حقيقيين. الإمام الحسين لماذا نهض هذه النهضة العظيمة؟ لإزالة الجهل ولإزالة الضلال. فإحنا ينبغي علينا أيضا أن في كل برامجنا، يعني إذا أقمنا مجلس، إذا رحنا للزيارة يوم 40 إن شاء الله، الله يوفقنا وإياكم لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، في مناسبات أخرى، إطعام كان عندنا لأجل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، عزاء، لطم، أي شيء من هذه الشعائر، يجب أن تكون هذه الشعائر الحسينية الهدف الأساسي منها هو كسب رضا الله عز وجل وإزالة الجهل والضلال. لأنه الأعمال جسم، الجسم لازم يكون بيروح. إذا الجسم ما بيروح شو تسوي؟ فالإنسان إذا ميت فورا لازم تواري بالتراب تدفنه. ليش؟ لأنه إذا ما دفنته تنبعث من جسمه رائحة. فالجسم بدون روح يوارى في التراب ما بيفائدة. أما إذا الجسم كان في روح، تشوف إنسان سوي، فتبارك الله أحسن الخالقين. الصلاة إذا واحد صلى، الصلاة جسم، هذا الجسم لازم يكون في روح. إذا الصلاة كانت رياء، هذه الصلاة مقبولة؟ لا. ليش؟ لأن روح الصلاة شنو هو؟ الإخلاص لله عز وجل. إذا الصلاة ما بيها روح، كانت رياء، تصير عذاب، لأن الرياء حرام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ويل، ويل شنو هو؟ الحديث يقول ويل بئر في جهنم. هو جهنم شلون اللي بئرها بعد؟ نستجير بالله. كذلك بقية الأمور، الشعائر الحسينية هذا جسم لازم يكون بها روح. الروح شنو هو؟ الإخلاص لله عز وجل. الروح شنو هو؟ أنه شبابنا وأبنائنا، وإحنا نتعلم من الإمام الحسين، نتعلم من أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا الروح. بس إذا الشعيرة صارت بدون روح تكون نتيجتها قليلة، ما تكون مفيدة لنا. إذا واحد للرياء يطلع موكب عزاء حتى الناس يقولون ما شاء الله هذا شلون عنده عزاء مثلا، أو إذا للرياء يتبرع بفلوس، زين الله عز وجل هو يعرف السرائر، يعرف القلوب، لا يخدع الله عز وجل، مثقال ذرة الله عز وجل يعرفه. فينبغي علينا كل هذه الأعمال اللي نسويها، هذا جسم لازم يكون في روح. الروح شنو هو؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الآن تشوف مثلا إحنا في العراق سنوات طوال من الظلم والاستبداد والحرمان والقتل والتهجير، وبعد ما يحتاج إلى كلام، كل هذه الأمور واضحة. هذه السنوات الطوال الله عز وجل من علينا بأن أزال الطاغية. الله عز وجل من علينا الطاغية أزاله. هسه شلون أزاله؟ هسه مو مهم، من نريد نتكلم أنه شلون الله عز وجل أزال هذا الطاغية، ولكن الله أزاله. زين الآن إحنا حصلنا فرصة، تقدر أنت براحتك تتكلم، براحتك تجري مراسيم العزاء، براحتك تقدر تنتخب، براحتك تقدر تفكر، براحتك تقدر تكتب، براحتك تقدر تسافر. صحيح أكو مشاكل، ولكن هذه المشاكل ما راح تستمر إذا إحنا خطونا الخطوات الصحيحة، يعني اتبعنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل أعمالنا. الله عز وجل راح يوفقنا، راح كل المشاكل تنحل إذا إحنا بالطريقة الصحيحة اتبعنا أهل البيت. التوعية إذا ازدادت، الأنانية راحت، إحنا فكرنا بأنه شبابنا يتعلمون القرآن، شبابنا وأشبالنا زين يتعلمون المسائل الشرعية، أسلوبنا صار أسلوب يرضاه الله عز وجل، الله راح يكمل النعمة علينا. أزال الطاغية، صرنا في حرية نسبية، الله راح يكمل النعمة علينا، لأنه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما إذا لا سمح الله
إحنا من هاي الفرصة ما استفدنا، يعني ما حاولنا نتبع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أسلوبهم، ما حاولنا نعلم أبنائنا القرآن، ما حاولنا نعلم أبنائنا المسائل الشرعية، ما حاولنا نلتزم بالأحكام الشرعية، فالله عز وجل هم إذا يشوف إحنا مو لائقين ومو قابلين يقطع النعمة عنا ويجيب نقمة علينا وعذاب علينا. الله عز وجل لطيف عباده، دائما يريد الخير لعباده، بس لازم احنا نستاهل رحمة الله عز وجل، وسعت كل شيء، بس شنو يحتاج الى محل قابل. لما المطر يجي تشوف ارض صالحة يصير فيها زراعة، بس الارض السبخة اللي بيها ملح، المطر جاي الرحمة جاية بس هي ما لها قابلية، تشوف هاي الارض السبخة المالحة ما تنبت فيها. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا حسب الآية الشريفة. فرحمة الله عامة، بس لازم إحنا نستاهلها. شلون نستاهل رحمة الله؟ بالعمل الصالح، باتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل شيء، في معرفة القرآن الكريم، في معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وآله، في معرفة سنة الأئمة المعصومين وسيرتهم أسلوبهم. زين إحنا شنو جمعنا على حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ غير أسلوبهم الصحيح، غير تعاملهم الصحيح، غير اتباعهم لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، كانوا يرجحون إرادة الرب عز وجل على مصالحهم الشخصية، يرجحوها في كل صغيرة وكبيرة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أنه معاوية، هذا في نهج البلاغة، معاوية مو أدهى مني، أنا أدهى من معاوية، يعني أعرف كل الملاعيب وأعرف كل الأمور اللي دي يسويها معاوية، وأعرف أحسن من أسوي، ولكنه يغدر ويفجر، أنا ما أريد أغدر وأفجر، لأن الله عز وجل منع هذه الأمور، قال هذه الأمور محرمات، ذاك يرتكب كل المحرمات وصل إلى النتيجة أنه صار هو السلطان والحاكم في العالم الإسلامي. بس أنا ما مستعد أن أطلب النصر بالجور، أنا أقدر أنه أنتصر على معاوية، وأقدر أنه أقطع دابر المتمردين، ولكن بالجور هيهات أنا ما أسويها. فعلى كل حال المقصود شنو هو؟ المقصود أنه الصحيح أنه إحنا في كل صغيرة وكبيرة نتبع أهل البيت حتى إحنا نكون تربة صالحة، هذه رحمة الله عز وجل عندما تنزل علينا حتى نكون نستاهلها. أما إذا الإنسان أسلوبه كان أسلوب غير سليم، هاي الرحمة راح تنزل عليه ما راح يستفيد منها شيء. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معركة صفين، زين جيش الإمام أمير المؤمنين مقداره وعدده كان بمقدار نصف جيش معاوية، يعني جيش الإمام تقريبا كان 100,000 واحد، وجيش معاوية كان 200,000 واحد، وجيش معاوية كان أكثر عددا وعدة، حتى عدتهم عتادهم كان أكثر. جيش الإمام كاد أن ينتصر، ليش؟ لأن خطط الإمام كلها خطط صحيحة، الخطط الحربية للإمام كلها صحيحة كانت، لكن مجموعة من أصحاب الإمام ثاروا على وجه الإمام، انخدعوا برفع القرائن. الإمام قال لهم هاي خدعة، لأنه إذا ذولا كانوا يردون يحكمون القرآن من اليوم الأول كانوا يحكمون القرآن، مو الآن اللي دي ينهزمون وعشرات الألوف من القتلى، الآن دي يشوف دي ينهزم. معاوية عندما شاف أنه دي ينهزم ركب فرسه وراد يشرد، حتى ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة يقول مالك الأشتر كان خطوات عن خيمة معاوية، فمعاوية ركب على الفرس وخلى رجله في الركاب حتى ينهزم. في هالأثناء سمع أنه صاير ضجة وكلام وكذا في جيش الإمام، انتظر حتى يشوف شنو يصير. فالإمام برامجه كان برامج صحيحة، زين ذول أصحاب الإمام كثير منهم خذلوا الإمام، النتيجة شنو صارت؟ أصحاب الإمام خذلوا الإمام، هم نفسهم تورطوا، لأنه معاوية سيطر عليهم وقام واحد واحد منهم يقتلهم، وبعدين أذلهم، حتى الناس اللي تحقوا بمعاوية أذلهم. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام قال لهم عندما خذلوا ما نصروا، قال لهم كأني بأبنائكم أذلاء على أبواب أبنائهم. أنتم ما تنصروني الآن، تتصور أنه بعدم نصري راح تحصل الدنيا، لا، ذولاك نصروا معاوية صاروا الأمراء، وأنتوا أصحابي خذلتوني
النتيجة أنتوا صرتوا المأمورين باكر عقب أبنائكم يضطرون أنه أذلاء يوقفون على باب أبنائهم، يريد منه فلوس، يريد منه منصب، يريد منه شيء، وذولاك هم ما يديروا لهم بال. فالمقصود أنه الإمام عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أرسل رحمته على الناس، بس لأن كثير من الناس ما كانوا قابلين لهذه الرحمة فالله أذلهم وابتلاهم. زين، واحد واحد منهم بالذل مات. في يوم السقيفة فاطمة الزهراء سلام الله عليها خطبت خطبة معروفة عندما خذلوا أمير المؤمنين وما نصره، قالت لهم في الخطبة: احتلبوا ملء القعب دما عبيطا. دم العبيط الدم الأسود الغليظ، القعب هذا الظرف أو القدر أو أي شيء اللي يخلوه تحت البقرة أو الإبل يحتلبوها. احتلبوا ملء القعب دما عبيطا، يعني نتيجة عملكم يسبب أنه دماءكم راح تصفك. في يوم السقيفة لو 40 واحد كانوا ينصرون أمير المؤمنين، بس 40 ما كان حقه يهدر. النتيجة شنو صار؟ بعد 50 سنة يزيد جاء إلى المدينة، أرسل جيشه إلى المدينة، 600 واحد من صحابة الرسول قتلوا في وقعة الحرة. 600 واحد، لو 40 واحد منهم ذاك اليوم كانوا ينصرون أمير المؤمنين ما كان يوصل النتيجة إلى هذا الأمر. 600 واحد منهم قتلوا في معركة الحرة من أصحاب الرسول، ومجموع القتلى 10,000 واحد، يعني 600 كانوا من أصحاب الرسول، 9,400 واحد من بقية الناس كانوا اللي بعد الرسول أسلموا أو ولدوا بعد زمان الرسول. واستبيحت المدينة 3 أيام، 3 أيام استباحة عامة للمدينة. شنو السبب؟ السبب أنه بعد وفاة الرسول الله عز وجل أرسل رحمته إليهم وهو أمير المؤمنين، رفضوها هاي الرحمة. لما رفضوها النتيجة هذه صارت. الآن سكلامنا أنه إحنا الله عز وجل بدأ بإرسال رحمته علينا، إذا إحنا صرنا محل قابل لهذه الرحمة، يعني في أسلوبنا، في كلامنا، في تعاملنا، اتبعنا أسلوب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ما سبينا أحد. أمير المؤمنين يقول: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. ما قمنا نتعارك على المناصب، ما قام واحد منا يشهر بالثاني، ما قام واحد منا على كل حال يكسر بالثاني ويشتم الثاني ويأذي الثاني. إذا صرنا أخلاقنا أخلاق محمدية، صارت أخلاق علوية، أخلاق فاطمية، حسنية، حسينية، هذه الأخلاق أخلاق أهل البيت، إذا صارت صلاتنا صارت في وقتها، صومنا صار في وقتنا، عملنا صار عمل مناسب، فالله عز وجل يكمل الرحمة، يرسل رحمة ثانية ورحمة ثالثة ورحمة رابعة. ولكن إذا لا، إحنا لا سمح الله خالفنا أهل البيت، خالفنا أوامر القرآن، خالفنا كلام الرسول، فنشوف هل مقدار من الرحمة هم راح تنزال من عندنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل زيارتكم، وإن شاء الله ترجعون سالمين إلى سالمين في حرم الإمام الكاظم والجواد. لا تنسون أهم من صالح الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها